سلطان سلطان أبرقد. يلا سحور. ما يخصني مالي نفس. يا ولدي حد يطوف السحور؟ ترى في السحور بركة مثل ما قال الرسول. أدري زين. أبرقد. إيش فيك يا سلطان؟ عطشان تعبان يوعان. هذا لأنك ما تسحرت. بعدين فيني صداع وما أقدر أسير الدوام اليوم. أنا وايد تعبان. متى بيأذن؟ صدق قلة السحور تسبب إرهاق وصداع ودوخة، عشان كذي السحور مهم لأنه ينشط الجهاز الهضمي ويحافظ على مستوى السكر في الدم. ها؟ إنزين. حافظ على صحتك. الصحة وايد غالية. صحتك حياتك.